تمت انطلاقتها خامس الاشواط لفئة الحقائق مسافة 2 كيلومتر في سباق الاصاهي الاسبوع المدعوم من السيد حمد بن جار الله البخيت البريدي الدعم الرسمي لسباق هذا اليوم بالرموز له من جزيل الشكر والتقدير. في اول المراكز هذه اشتعال لسيد حمد بن جار الله ابن حسين البريدي مع اشتعال في اول المراكز ثاني المراكز من الجانب الايمن هذه عاليه لسيد حمد بن طينان العذبه مع عاليه في تسلت مباشره الى اول المراكز وثاني المراكز شقر لسيد محمد بن سعيد بن طفله المري والرابع ثالث المراكز اشتعال لسيد حمد بن جابر بن حسين البريدي رابع المراكز من الجانب الايمن هذه هواي لسيد فيصل بن صالح المري في رابع المراكز خامس المراكز هذه ولاء لسيد جابر بن محمد بن جوير المري ولكن اللي في اول المراكز هذه عاليه لسيد حمد بن طينان حمد بن محمد بن طينان العذبه مع عاليه في اول المراكز من الجانب الايمن تسللت في هذه اللحظات هذه هواي لسيد فيصل بن صالح المري المتمرس من الجانب الايمن يحاول ان يتسلل انتزاع المركز الاول او المغتنص اللي في ثالث المراكز هذه هي الحفله كريم شقره لسيد محمد بن سعيد بن طفله المري في رابع المراكز في ثالث المراكز رابع المراكز من الجانب الايمن اشتعال لسيد حمد بن جابر بن حسين البريدي وخامس المراكز هذه ولا وتعود ملكيه ولا لسيد جابر بن محمد بن جوير المري ولكن المغتنص في اول المراكز يبي يقتنص الناموس في هذا الشوط هذه اللي في اول المراكز هذه هوايل لسيد فيصل بن صالح المري في اول المراكز ثاني المراكز وصلت ولا لسيد جابر بن محمد بن جوير في ثاني المراكز ثالث المراكز هذه شقره للسيد محمد بن سعيد بن طفله المري مع شقره وصلت في هذه اللحظات وصلت روعه لسيد خليفه بن احمد الكبيسي وصلت روعه ويا روعه ما شاء الله تبارك الله واصرف كل قوه ولكن هذه ولا في اول المراكز للسيد جابر بن محمد بن جوير وايش تنتظر يا بن عقيل من الجانب الايمن هوايل للسيد فيصل بن صالح المري في ثاني المراكز ثالث المراكز روعه ويتعد ملكيه روعه للسيد احمد بن احمد خليفه بن احمد الكبيسي الكبيسي من الجانب الايمن شقره لسيد محمد بن سعيد بن طفله ولكن ولا حتى هذه اللحظات هذه ولا للسيد جابر بن محمد بن جوير في اول المراكز ولكن هوايل ولا وهوايل هذه ولا وهذه هوايل للسيد فيصل بن صالح المري انتزعت المركز الاول ثانينا والناموس اللي في ثاني المراكز ولا بتعود ملكيه ولا للسيد جابر بن محمد بن جوير ثالث المراكز وصلت ايها الحفل الكريم شقره السيد محمد بن سعيد بن طفله المري ثانينا والناموس التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق 6 ثواني 46 جزء من السنه الثاني موصوله للمغتنس على انتزاع هذا الشوط.